عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم اليوم كالعادة في فيديو جديد. اليوم باش نحكيو على مباراة النادي الإفريقي ضد اتحاد الرياضي المونستيري، مباراة الفوضى، مباراة كوارث البدايات. كنا نستنيو النادي الإفريقي باش يكون أفضل، كنا نستنيو النادي الإفريقي اللي باش يأكد الفورمة الكبيرة في ثلاثة ماتشات الأخرانيين، لكن رينا العكس اليوم. رينا فريق بلا روح، رينا فريق بلا هوية، رينا فريق بلا مدرب. ما نجمش يتعامل مع مباراة تاع كرة قدم، ما نجمش يغير ويغير وجه فريق ويغير نتيجة تاع مباراة. تنجم تخسر واحد بليش، لكن تنجم ترجع في المباراة. باش نرجعو عليها نحكيو أكثر باللي ديتاي باش نفسرو، لكن كالعادة ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتنزل على قوس باش أول فيديو يهبط جديد يوصلك. باش نرجعو نحكيو على مباراة النادي الإفريقي كوارث البدايات. مباراة النادي الإفريقي اليوم كارثة بأتم معنى الكلمة. اليوم أخطاء بالجملة، اليوم أخطاء الناس كل تتحمل مسؤوليتها. اليوم باش نحكيو على مباراة النادي الإفريقي، إذا كان باش تحكي على الخطأ، الخطأ بدا من الرئيس نتاع النادي ومن الملاعبيه اللي يتحملوا جزء كبير وكبير، ومن المدرب خاصه انه ما يعرفش يسير مباراه وما يعرفش يتعامل مع مباراه. كنا حكينا ونوهنا وحكينا برشا مرات وقلنا اللي خليل القصاب ما عندوش بلاصه في النادي الافريقي، خليل القصاب ما عندوش مؤهلات نتاع انه باش يكون لعب في اكبر النادي الافريقي ويكيب سينيور. مش هكاك الكره راهي تطلع، مش اي جواري نجم يلعب في النادي الافريقي واليوم نحطوه ونهبطوه. كنا حكينا عليه، ترجعوا حتى للفيديوهات الاولى اللي حكينا عليهم على البطوله الوطنيه، وحكينا على ماتش رجيش فلالي، وحكينا على ماتش سليمان فلالي، وقلنا راهو اليوم النادي الافريقي ما عندوش وسط ميدان، خاصه خليل قصاب حلقه ضعيفه في النادي الافريقي. لكن كالعادة ديما يرجع لنا سي منتصر روحيشي ويعاود يهبط الملاعب هذاك. فانا مش فاهم اللي كونه كيفاش كيفاش اونترونور تعرف اللي الملاعب هذاك كل تروح قاعد يخسر فيه وانت تزيد تعاود تكمل تهبط. قلنا النادي الافريقي اليوم الناس كل تحمل مسؤوليات، الملاعبيه اللي في التيرا يتحملوا مسؤوليه، الاونترونور اللي على الخط اللي هو نورمالمون يوجه الفريق ويشوف لي سوليسيون ويحاول انه يغير في وجه الفريق ويلقى الثغرات انه باش يربح مباراه كره قدم. ماكش قاعد مزيف في النادي الافريقي انك انت باش كل مباراه تستحق تخسر تخسرها. صحيح تنجم تجي انت في طرح اون بيس، تنجم تجي ماكش في فورما، تنجم يجي الفريق الكل خارج الناس كيما اليوم، اما تعرف تخرج ماتشوك انك انت ما تخسرش الماتش نتاعك، على الاقل تخرج باخاف الاضرار تعمل اكس اليوم ما تخسرش. مش نجي ونلقاو النادي الافريقي في كل اختبار وقت اللي يكون وقتها تبين الشخصيه نتاعك تلقى روحك خسرت. اليوم تخسر ضد اتحاد الرياضي المونستيري، غدوه تلعب ضد ليتوال وتلعب ضد صفاقس وتلعب ضد الاسبيرونس باش يصير لك نفس السيناريو. مدرب لازم يتحمل مسؤوليته، اللاعبين لازم يتحملوا المسؤوليات نتاعهم. شفنا فوضى على جميع المستويات، باسيت غالطين، ما فما حتى باس صحيح من حتى ملاعب. تحس حتى الملاعبيه ماهمش مركزين، ما تحسش حتى جوار قاعد يحط في الكوره في القاعه وقاعد يلعب بالكدا وقاعد يهز في راسه ويلوج على لي سوليسيون. تحسهم مربوطين داخلين بعضهم، اللي يعطي باس يحاول يرجعها. يودي راه مش بالضروره انك انت كل كوره لازمها تخرج نظيف، راك تنجم تطيشها ونرتاحوا منها. راهو اذا كان باش نحكي لهنا باش نحكي على لقطه الهدف اللي نذر الغندري، هي جات قدامك نورمالمون تضرب الكره تخرجها وتحطها في التوش ولا تضرب في اي بلاصه، المهم تخرج الكره من غير ما تعمل كنترول. انت صحيح ملاعبي وانك انت تنجم تتحكم في الكره، هذا الكل ما يشك فيه حتى واحد، لكن هكا ريت علينا اليوم في بونتو وكلينا بونتو وما نجمناش نرجعوا في المقابله وخسرنا ثلاثه نقاط اليوم ضد الاتحاد الرياضي المونستيري. شنو السبب نتاعو؟ التعالي نتاع نادي الغندري، ثقته في روحه المفرطه. صحيح فما مدافعين عصريين يبنيوا بها الهجمه، لكن فما انه هو يحس انه هو في موضع متاع خطر، ما يشدش الكره، يحاول يطيشها ويحاول يتخلص منها بلغه الكره، يحاول يبعدها الكره هذيك، خاطر الكره هذيك جابت لك خطر وتمركه بونتو. غازي عبد الرزاق والفوضى اللي عملها سي غازي عبد الرزاق، ما فما حتى السونتراج اليوم صحيح عملوا غازي عبد الرزاق. حمزه العقربي زاد كيف حمزه العقربي ومعاه زهير الذويدي، ما فهمتش شنو قاعدين يعملوا هنا في النادي الافريقي. اليوم الكل ملاعبيه، اليوم الكل خارج النص، حتى ملاعبي من النادي الافريقي ما هو مركز وعارف روحه في التيران، عنده دور قاعد يقوم به. اليوم كنا نستناو النادي الافريقي، اذا كان انت تحب تحكي كنت نتصور وكنت نعرف اللي خاصه منذ اصابه كوسي كنت نتصور السيناريو اللي باش يصير للنادي الافريقي، خاطرو سي منتصر روحيشي راسه صحيح وباش يحط خليل قصاب. الكوارث اللي عملها خليل قصاب، ومانيش كان انا نحكي على كوارث خليل قصاب، الناس كل اليوم تحكي على كوارث خليل قصاب من مباراه بيجا من مباراه سليمان واللي قبله. ويجا نبدا نحكي لك انا من الموسم الفارط على خليل قصاب، يجا نحكي لك حتى من ثلاث سنين التالي. خليل قصاب راه مش اليوم رجع يلعب في الكلوب ولا اليوم يلعب سينيور، خليل قصاب عنده ثلاث سنوات يلعب في ليكيب سينيور نتاع الكلوب افريكان. كل كوره يبدا متخبي، كل كوره يبدا ورا الديفونسور، له
يا اخو ليه وسط هجومي قاعد ياخو في الكره يحب يصنع بيها الهجمه مختفي، الراجل ماهوش قاعد يكور جمله، وبعد تلقى المدرب يزيد يعاود يهبطه مره اخرى، وانا متاكد هاني حكيتها اليوم ومتاكد منها باش يعاود يهبطه مره اخرى تروح الجي، وباش نلقاو سي خليل القصاب. فما لقطه زاد صارت يمكن برشا باش يتذكروها برشا، هي لقطه التغيير نتاع زهير الذاويدي، لما تغير زهير الذاويدي حمزه العقربي الراجل متغشش ماهوش عاجبه، ما هوش عاجبه خاطر يلعب في حومة. هو النادي الافريقي اليوم نحكيو عليها حومة، مانيش نحكيو على فريق احنا، خاطر هو سيتو يلعب هو ايه على الشارع اليمين، معناه يحس روحه متفاهم معاه هكا يعمل عليه كوفرتير، ولا هو يعطيه باس ويرجع له باش يسنتر. اليوم ولينا نحكيو من الاخر، ولينا نحكيو على اشخاص، مانيش قاعدين نحكيو على منظومة، مانيش قاعدين نحكيو على فريق. اليوم راك تلعب في النادي الافريقي، راك لازمك تحترم الفريق اللي قاعد تلعب فيه. يوم ايش تحكيو كان على حمزه العقربي وزهير الذويدي كاو ياسين الشميخي كيف كيف خارج الخدمه، لاري العزوني اللي مسكين ما تحسو قاعد يلوش في السوليسيون لكن ما يلقاش على خاطر نادي الافريقي اليوم مفقد حلقه ممتازه، حلقه كبيره. الحل والربط في المباراه هذه هي خط وسط الميدان. اليوم النادي الافريقي خسر خط وسط الميدان من الثانيه الاولانيه، واحد اخر ولا كان مدرب محنك يعرف يتعامل مع المباريات كان ينجم ينحي نادي الغندري من لاكس ويحطه في الوسط في مركز نتاع كوسي، وينحي خليل القصاب من غير ما يهبط للتيران من غير ما يلعب جوله، بطبيعته هو زايد مش قاعد يعمل في حد شيء، ونحط رامي البدوي في اللاكس. لكن قعدنا بين اخذ ورد، ليه نعمل هكا ليه نعمل هكا، لقينا روحنا اليوم في الكارثه هذه، والناس الكل اليوم تتحمل مسؤوليه خساره النادي الافريقي من اللاعبيه اللي ما كانوش اللي كانوا مقصرين في حق النادي، وما تحسش فما اونفي نتاع ربح، ما تحسش من اللاعبيه يحبوا يقلعوا ماتش كاني جواريت جايبهم انا ما نعرفش انا، حتى تجيب جواريت من بطحه من حومه تشوف ماتش اخر، ما تشوفش بالطريقه هذيك وما تشوفش لعب بالطريقه هذيك، تحس حتى اوموا حتى كي يكون ناقص في الكاليتي مي لونجاجمون نتاعو، مي انه هو يحب يظهر روحه ويحب الفريق. لينا حمدي العبيدي هبط لكن هذاك هو قدم المطلوب، حمدي العبيدي بالنسبه لنا يتسمى من اللاعبيه اللي عمل لي عليه وقت اللي هو الكوره بعيد عليه وعمل السبرينت هذيك وحاول يخلط على المدافع وخلى المدافع يغلط وخذي ورقه حمراء، لهنا يكون يعطيه الساحه. انت ايش عملت وقت اللي انت تلعب ضد فريق ناقص، تلعب 9 ضد 10 وما رينا حد شيء، تعرف علاش؟ على خاطر الكوره ما تتلعبش كان بالاسامي وبالارقام وبالعشره كونتر 11، وقت يبدا القلب حي في الكوره راك تربح حتى تبدا تلعب بزوز. كنت حاب نرجع لك انا للتاريخ، النادي الافريقي ضد الترجي الرياضي التونسي ربح الترجي الرياضي التونسي وقت اللي هو بورقه حمراء، خاطر الفريق يحب يربح، على خاطر الفريق احس عنده اونفي نتاع ربح، عنده اونجاجمون نتاع ربح، ماهوش هكاك تحب تربح وتحب تلعب مباراه تاع كره قدم، وانت سيادتك تتمشى في التيران وتهز في روحك على اليمين وهاك مشيت مره على اليسار، في فما دبلومو صار ما بين زهير الذويدي وما بين غازي عبد الرزاق، شيء يضحك. انت حطيت الكره قدامك وحاب يتعدى في ظهرك باش يحط له على ساقه اليسار يسنترها، قعد يدور على بلاصته كالزربوط، ومن بعد شنو عمل؟ عاود رجع بها، ما فما حتى ملاعبي كان ينجم اليوم يعمل باس ديسيزيف، ما فما حتى تير كادري في الكاج، نزيدكم انا اليوم مباراه كامله على 90 دقيقه، ما فما حتى تير كادري في الكاج، ما فما حتى كره تشاتت وتقلقت حارس اليوم. كي باش نحكيو على المسؤوليات الناس كلها اللي باش تحمل مسؤولية، باش تعداو نحكيو على المدرب نحنا والمدرب وعادة والمدرب والفوضى نتاعو، مدرب ما عندوش حتى علاقة بكرة القدم، هاوش نحكي لكم أنا من الأخ، مدرب اليوم نتاع النادي الإفريقي منتصر الوحيشي ما عنده حتى علاقة بالنادي الإفريقي وما عنده حتى علاقة بالتدريب، هذاك إنسان يبيع كان في الكلام تحطوه في التلفزة تجيب لكم نسب مشاهدة ويقعد ينظر عليكم ويقعد يقول لكم نصير هكايا ونعمل هكايا، لكن سورتي راه وقت اللي نجي ونعطيوه نادي ونقولوا له برا سير ورينا شنو قاعد تعمل ما رينا حد شيء. خي كيفاش فريق يخسر أنا زيرو يخسر، كيفاش أنت تقبل بونت وتخسر معناها؟ تشوفوا في ملاعبين نشوفوا في ماتشات اخرين فريق يخسر بالزوز وبالثلاثه، لكن بالحنكه نتاع المدرب نتاعو قراءته السليمه للماتش تلقاه يرجع فيسع، تلقاه يعمل شونجمون يرجعه في اللعبه، تلقاه يعمل شونجمون يخليه انه هو يحاول يقرا المنافس يحاول يقرا كيفاش باش يربح. هذا الكل راهو ما فماش اليوم في النادي الافريقي، عباره النادي الافريقي قاعد يراني فيها مواطن عادي، مواطن منتحل شخصيا منتصر الوحيشي، باش نقول لكم من الاخر يعني. ما فماش دليل، ما فما حد شيء ظاهر اللي كونه احنا اليوم قاعدين عاملين بروغريس في الفوليوم دو جو، عاملين بروغريس في صنع اللعب اليوم، ونحكيو على الضغط العالي ونحكيو على البريس، راك صحيح تنجم تلعب البريس، اما راه وقت اللي تلعب البريس وتحاول تضغط عالي وتحاول تمشي وتحاول ما تخليش مثلا الفريق المنافس يلقى لي سوليسيون ويلقى انه باش يلعب الواحد اثنين، اما لكن زاده ما تنسيش ظهرك، زاده ما تنسيش الظهر نتاعك تخليه عريان، هذا اللي صار اليوم في كورة وفي اثنين كانت تقص
ديما في وسط، خاصة في وسط الميدان، كانت تقص وقت اللي كان في المباريات الثلاثة الأخرانيين لعبهم كوسي، كان هو مسك الحلقة ذيك، كان هو مسيطر عليها. لكن في الماتش هذا وفي الماتشات اللي فاتوا، كان تحبوا ترجعوا وتشاهدوا المباريات تلقاها كل كرة دوزيام بال نخسروها ما فماش. مش نحكيو على الترانزيسيون دو لابال اللي ما فماش جملة اليوم، ماناش باش نقولوا كلمة الصعود بالكرة، فماش صعود بالكرة، فما باس نزل الغندي يحب يدخلها في الوسط بسيف وقت اللي ما فماش شكون يا خويا من عنده، ويدور ويحاول يبني الهجمه ويحاول يلعب الباس اونتر دو ويحاول يلوج على سوليسيون ويحاول يلعب الواحد اثنين، ولا انه تكون اللعبه محصوره على اليمين ويحاول يلعب باس اثنين قصيره ومن بعد يطولوا على عشيره اليسار. هذه الكل ما شفنا حتى شيء منه، ما شفناش حتى التغييرات اللي قام بها من المدرب منتصر الوحيشي تزيدوا واخروا بالنادي الافريقي، ما زادش قدموا بالنادي الافريقي. انت اليوم كنت تلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة، كنت تلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة، جيت ناحيه ياسين الشميخي وناحيه ادم الطاوس وهبطت انت زوزة تكونت، شنو اللي عملت بيها؟ ما عملت بيهم حتى شيء، على خاطر ما عندكش فكر واضح، ما عندكش انيماسيون اوفنسيف واضحة. هي المشكلة انك انت اليوم نخرج خليل قصاب ونحط ملاعب كارث اكثر منه، وقت اللي انا ما نجمش نتعامل مع المباراة ونحاول نشوف البلاصة اللي يصلح فيها الملاعب اللي باش يهبط في بقعته. اليوم ضعف النادي الافريقي كان في خط وسط الميدان، خاصة في لاعب ارتكاز محوري يقطع كل الكرات. ظاهر احمد خليل يلعب على الجهة اليسرى، احمد خليل ما تحسوش اللي مالي خط وسط الميدان، ما تحسوش اللي قاتل على الكرة على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط، ونقولوا احنا السيركل نتاع السونتر هذيك ماهوش قاعد يلعب فيها جملة. يتحسوا الراجل طايح على الكولوار اليسار، هاو مرة مشى بحذا غازي عبد الرزاق، هاو مرة رجع بحذا نادر الغندري، والمهم والاهم ما قامش بيه. علاش ما نتفطنوش احنا للثغره هذه وما نحاولوش نصلحوا من النقطه هذه؟ اليوم النادي الافريقي لو هبط واقف مليح خاصه في خط وسط الميدان، ما نشوفوش الكوارث اللي شفناها اليوم، ما نشوفوش الكوارث اللي عملناها. صحيح قبلنا هدف على خطا، لكن كنا خارج النص جمله، كنا ماناش موجودين من دقيقه 0 لدقيقه 90، لدقيقه 90 زائد 6 مش حتى دقيقه 90، كنا خارج النص، ما فما حتى انيماسيون اوفنسيف، ما فما حتى هجمه مركزه. عبارة اليوم ما جيناش نكاورو احنا، عبارة اليوم حتى باش نقول انت كان تجيب جوارات ملحومة تو يعملوا يمكن ماتش خير من الماتش نتاع الكلوب افريكان اليوم. برشا برشا نقاط للمراجعة، وكنا حكينا وكنا نوهنا خاصة وقت اللي ترشح النادي الافريقي للبلاي اوف وترشح في المركز الاول، وما كناش نطبلوا ونصفقوا، وقلنا راه فما عديد النقاط للمراجعة، وقلنا راه لازم نحطوا الامور في اطارها. اليوم رانا عندنا نقائص لازم نحددوهم، لكن لا مجيب ولا اسم شهناه وناس اللي قاعده تفدلك. اليوم النادي الافريقي وقت اللي تعدى في مرحله البلاي اوف ماشي في باله سيء هز بطوله، برا هو عمل انجاز، انجاز تاريخي، معناها هو تعدى انجاز تاريخي انك تعدى في المركز الاول، انجاز تاريخي انك انت تمشي بملعبيه كيف هذيكم ملعبيه، ما نجموش حتى يغيروا وجه فريق، ملعبيه ما نجموش حتى يغيروا مباراه، حتى جوار ما كان عنده القدره وعنده المسؤوليه انه باش يهز كره يحاول يعمل تير كادري يحط كره في الشبكه، ما فما حتى مليعبي تلعب حياتك كامله 20 سنه سينيور ولا ما نعرفش انا قدير، عندك 20 سنه تلعب في الكوره ما عندكش حتى المبادره، وبعد تلقى جوار متغش على خاطر خرج له صاحبه من التيران، ونحكي على حمزه العقربي ونعرف ايش قاعد نقول، وما يصيرش ارجعوا للقطه نتاع التغيير نتاع زهير الذويدي تو تلقاوه كيفاش متغشش، الراجل ماهوش عاجبه، معناها يزي زهير الذويدي ماهوش قايم بدوره، الراجل خارج نطاق الخدمه، نورمالمون يصير شونجمون، ماهيش خاطر صاحبي لازم يلعب. خاطر وسط الميدان ما فماش، مهاجمين ما فماش، حارس مرمى ما عاونك بحتى شيء، جات كرة في الكاج تقبلت، إذا كان ما يكونش عندك حارس ينحي لك كرة من الكاج، راك ما تنجمش تربح، يا أخي مش نحكيو على الاستحقاق نتاع الفريق وقت اللي أنت كل كرة تجيك عادية بونتو، كل كرة ما هجمة غير مركزة تضيعها، كل كرة باش تشوط على الكاج كيف ما فما حتى ملاعبي عنده القدرة أنه باش تشوط على الكاج وباش يماركي، كيفاش تحب تمشي أنت بالنادي؟ عديد النقاط للمراجعة بالمستوى ذي، وكما حكيت هنا قبل وهاني باش نعاود ناكدها توا، وجو كونفيرم الكلام اللي كنت نحكي فيه في الفيديوهات السابقه باش نعاودو اليوم، انه احنا بالمستوى هذا النادي الافريقي ما عنده وين يوصل وماهوش باش يوصل لحتى شيء، هذا اذا ما كملتش في المراكز الاخرين، ما عندكش عقليه الانتصار، ما عندكش عقليه انك انت تحب تربح. اليوم نورمالمون الماتش هذا ما نخسروش انا، حتى ولو نكون في اسوء حالتي ونكون اومبيس ونكون مانيش باهي ونكون فيا العيوب السبعه الكل، اما اليوم ما نخسرش، اما اليوم كي نخرج من التيران هذه لازم نحط كل شيء انا في التيران، ما نحاولش اني انا نحاول حتى التعامل مع المباراه كمدرب
ما عرفش يتعامل مع المباراة. عديد النقاط للمراجعة، فوضى كبيرة في النادي الإفريقي كما حكيت وكما باش نعاود نقولها، من المسيرين، من المسؤولين، من رئيس النادي، من الملاعبية، من المدرب، الناس الكل لازم تحمل مسؤولياتها. وعديد النقاط للمراجعة، وهكا إن شاء الله نكونوا حاولنا نحكيو أكثر ونفسروا ونوضحوا أسباب الهزيمة. إن شاء الله النادي الإفريقي يدارك الهزيمة هذه، وإن شاء الله النادي الإفريقي يورينا وجه يليق بالنادي الإفريقي، خاطر النادي الإفريقي ما هوش هكا. وإن شاء الله نشوفوا النادي الإفريقي في حاجة ما خير. شكرا لكم على المشاهدة، ميرسي بوكو على المشاهدة، تصبحوا على خير الناس الكل.